اسمي خالد يوسف خفان، عمري 9 سنين، ألعب كرة القدم. صار لها اللعبة 3 سنين ألعب. اخترت اللعبة عشان كنت أشوف مباريات، ودخلت أكاديمية. إني أنا اخترت كرة القدم لعبة مميزة، استمرت بكرة القدم إني أحب كرة القدم وحبب لياقتي. شاركت معسكرات بتركيا والإمارات، استفدت من المعسكرات من لياقتي والقوة. فرق بين النادي والمعسكرة إن المعسكر وقت يعطينا تمارين وايد، والنادي يعطينا تمارين خفيفة. مركزي بالفريق جناح يسار. وظيفة مركزي إني أقطع الكرة وأصنع وأهجم. أكثر إصابات الركبة، تفادي الإصابة اللياقة، وأكل عدل وأتمرن عدل عشان أصير لاعب أساسي. ألعب مقاتل وأشد حيل بالتمارين وألعب عدل عشان أوافق بين الدراسة والنادي. لما خلص من المدرسة أرجع البيت أتغدى وأدرس، وبعدين أروح التمرين وأرجع أراجع. قدوتي باللعبة رونالدو، المدرب اللي طور مستواي كابتن حسين القلاف، اللاعبين اللي أتفاهم معاهم صالح النمش وسلطان الملا. طموحي إني أصير محترف برا، اللي شجعني أبوي وأمي. فريقي المفضل ريال مدريد. أنا كلاعب ودي تدريبات زيادة وأروح معسكر. أنصح اللي بعمري إنه يمارسون الرياضة ويدخلون النادي. السلام عليكم، معاكم اللاعب علي السميطي، عمري 16 سنة، ألعب في نادي القادسية كرة صالات فئة الناشئين. قبل سنة كنت ألعب أكاديمية ومستواي تحسن فيها وتطور وايد. بعدها قبل كم شهر دخلت نادي القادسية كرة صالات، وأول أسبوعين الكابتن شاف ليبي وخذاني، وبعدها كملت وياهم. الحين الحمد لله قاعد ألعب وياهم مباريات دوري وأموري تمام مع النادي القادسية. كرة الصالات 5x5 عكس ثيل 11x11، وفي حكمين بالمباراة، والمباراة 20 دقيقة، كل شوط 20 دقيقة، وإذا الكرة طلعت فاول أوت أو صار فاول الوقت يوقف عكس ثيل، وماكو بدل ضائع. لا قبل ما لعبت ولا لعبة، بدايتي كانت كرة ثيل، بعدها دشيت صالات كرة. والله استفدت وايد أشياء منها. أول شيء لياقتي وايد زادت، وحتى لعبي صار أحسن. لما أروح لعبي يا ربعي أحس فرق، لأن لعبة الصالات تعتمد على مهارات اللاعب، والكرة كل ما تكون وياي أحس أني أحسن من اللي وياي باللعب. مباراة ما أنساها كانت مع كاظمة قبل أسبوعين أو 3 أسابيع لعبناها، وبهذه المباراة لعبت فيها عدل وسجلت فيها هدف. كان أول هدف لي مع الغاتية، ولحظة كانت ما أنساها وليح مستانس أني سجلت أول هدف مع الغاتية. بالنسبة حق جدول التدريب، نتمرن 5 أيام بالأسبوع، وتمارين تعتمد على اللياقة. لازم تكون عندنا لياقة عالية عشان نلعب المباريات بأحسن مستوى، وتعتمد بعد على التكتيك، لأن بكرة الصالات تعتمد وايد على التكتيك. لازم يكون في أكثر من تكتيك، وكل تمرين طبق نفس التكتيك عشان يكون ثابت في مخنا. أول ما أرجع من المدرسة أدرس لي ساعة، بعدها أروح التمرين. عقب ما أخلص تمريني ساعة ونص، أرجع عندي وقت هم أنا أكمل دراستي أدرس. وبعدين إذا تبي تفادي الإصابات بكرة الصالات أو أي لعبة كانت، لازم تسخن عدل قبل المباراة والتدريب، لأن التسخين حد مهم عشان تتفادى الإصابات. إحنا بالصالات ما نقدر نحدد نقاط ضعف الخصم، لأن ماكو مركز معين بالصالات. الخمسة اللي هاجمون نفسهم هم الخمسة يدافعون، وما نقدر نحدد نقاط ضعف لأن كلنا ماكو مركز معين بالجيم. أصعب تمرين لي بكرة الصالات تمرين لياقة، تعبنا وايد. نقعد ساعة ونص على تدريب لياقة، وهذا أكثر تمرين يتعبني لأن تتعب وايد. والله قاعد أحاول أحسن هم من لياقتي، لأن الحين توني داش صالات، وتقريبا أغلبهم كانوا يلعبون من زمان بالنادي وعندهم لياقة قوية. يبي لي بعد إن شاء الله كم شهر وأقدر أقايشهم باللياقة إن شاء الله. مع التمارين راح تتحسن لياقتي. لا والله للحين ما رحنا معسكرات، إن شاء الله نشوف سنين الجاية إن شاء الله نروح. إيه لعبت بطولة الدوري والكاس، بعد كم شهر راح نلعبها إن شاء الله. غير لما تلعب بطولة
مثل الدوري أو الكاس قاعد تلعب عشان شيء تبي تاخذ الكاس، عكس الودية تفوز فيها ماكو لها جوائز، عكس الكاس أو الدوري لها جوائز وتستانس أنت ما تفوز لأن لها قيمة. دور المدرب على اللاعب إنه يشجع اللاعبين ويحفزهم بالتمارين، سواء بالتمارين أو بالمباريات، يعني إذا خسرنا مباراة بعد لازم يحفزنا عشان نكون مستوانا بعد وجاهزين ذهنيا. دور الوالد والوالد على اللاعب دور كبير لأن هم اللي يحفزون ويشجعون اللاعب. اللاعب اللي أحب ألعب وياه صالح السمعي لأن أعرفه من يوم كنا صغار أيام البراعم وألعب وياه وايد، فكل ما يلعب وياي يمي بالصالات أرتاح لأن هو فاهمني وأنا فاهمه بعد. والله طموحي بهاللعب إني أمثل منتخب الكويت إن شاء الله، لأن طبعاً هذا طموحي لاعب وإن شاء الله يا رب يوم من الأيام أمثل منتخب الكويت. أحضر نفسي بالمباريات إن نام عدل قبل المباراة بيوم، ولما يقوم ما أكل لي أكل دسم، أكل خفيف عشان أروح المباراة وألعب على راحتي، ما أحس إني أكون ثقيل بالملعب. لا بالنسبة للتدريبات الخاصة ما عندي، بس تمارين النادي. عشان تكون لاعب ناجح لازم تعرف أنت شنو طموحك، ولازم مثلا إذا رحت نادي تلتزم بالتمرين، تاكل عدل وتحافظ على صحتك. هذه أهم الأشياء إنك تخليك لاعب. غدوتي بهاللعبة صالح فاضل، منتخب الكويت فريق أول، قبل كم شهر خذوا بطولة كأس غرب آسيا اتحاد آسيا، وصالح فاضل قاعد أشوفه يلعب وهو أحسن لاعب بالنسبة لي، هو غدوتي بهاللعبة. نصيحتي للناس اللي كبري، مارس أي رياضة لأن مهمة حق صحتك، لا تقعد بيت ما تسوي شيء لأنك ما راح تستفيد، بالعكس هذا راح يضر صحتك يعني. فمارس أي لعبة سواء كانت كرة صالات ثيل، روح العب رياضة وراح تستفيد وايد منها. اسمي خالد بشير الضفيري، عمري 13 سنة، لعبت الكاراتيه 2021 شهر 6 و 5 تقريبا. اللي وجهني أهلي إنه يعني كيف تدافع عن نفسك وتطور مستواك وهكذا. شاركت ببطولة واحدة وجبت فيها، ما جبت فيها مركز، لا ما في نواقص الحمد لله، والدار والمدربين كلهم جيدين بالتدريبات والكاتات، يكون كاتة محافظة ويساعدني عليه. التدريب الخاص، فيه تدريب خاص كنا نتدرب على البطولات، وان يعني تدريب شديد عشان نجيب مركز، والمركز لازم يكون حلو عشان نتطور اكثر واكثر عشان نروح من انتخابات وكذي ورحلات. وهذا انا العب لعبه، العب الاثنين الكاتا والكوميتي. الفرق بين الكاتا والكوميتي ان الكاتا حركات وهميه ضد شخص خيالي، اما الكوميتي فان فايت ون في ون ضد شخص فيه حركات هجوميه وحركات دفاعيه. كابتن فريد ساعدني من اطور نفسي واجد من ناحية الوقفة ومن ناحية الحركات ومن ناحية كل شيء. بالتدريب المستمر والاجتهاد واسمع كلام مدربك. أنا كنت ماشي على جدول أني أرجع من المدرسة أتغدى والساعة أحل فيها واجباتي، بعدين أروح للنادي وبعدين أرجع من النادي وبعدين أقعد أحل، وإذا كان في اختبارات ما أجي النادي. أنشر كل الكباتن وأقول حق المتابع أنه يستمر وخليه يستمر باللعبة، أي شيء لا تخلي شيء يوقفك عن حلمك.